الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من ميكانيك دو بوان، وغتكون هي الحصة الثالثة. الحصة هذه خصصتها خصوصا لي كوردوني بولير. غادي نعرفوا شنو هما لي كوردوني بولير، كيفاش كنحسبوا ليهم الاشتقاق ديالهم، وكيفاش لا فيتيس، يعني لا فيتيس ديالهم. يعني خصنا نعرفوا كيفاش هاد الكوردوني بولير، حيت كيتحطوا تا هما، كيتحطوا في كونترول تا هما بزاف. المهم هما ماشي شي حاجة صعيبة، غنخدمو دوكا فهاديك الحالة فين غيكون الغيون كونستونت، وفي الحالة التانية غنخدمو الكام لي غادي يكون عندنا اير فاريابل. المهم نعرفو شنو هما لي كوردوني بولير. كوردوني بولير اخوتي بحال كتشوفو دابا، هادي سيركل ياك، عندنا هادي، هادي دابا غنحطها في البلون. هاهي هنا غادي يكون عندها، يكون عندها اكس. دابا خصنا اول حاجة نمثلها في لي كوردوني كارتيزيان، يعني اي كوردوني كيف شفتو خاصو يتمثل في كوردوني كارتيزيان، يعني اكس و واي و زد. حنا دابا غنخدمو غير في البلون، يعني زد ما كاينش، يعني هذه هي بولار، يعني دائره. بوان ماتيريال كتقدر تكون هنا، كتقدر تكون هنا، كتقدر تكون هنا الوسط. المهم ديك البوان هنا يعني ديبوند واحد الغيون، ولا كدور، يعني اما هنايا يعني كتكون هنا وكدور وكيلقص ليها الغيون ديالها، تقدر ينقص. الحالة الثانية غنخدمو فغيون زاكي هنا وهي كدور هنا، يعني اما الغيون هنا وزاكية. ف الحالة الاولى غنخدمو الغيون كيتبدل، يعني كدور والغيون كيتبدل، بحال كدير لنا واحد بحال شكل ديال ببوشة على هكا. المهم هادي هي القضية الاولى. غادي دابا كيف شتو هادي، عقلو عليها، سيركل، هادو هما الكوردوني بولير. عفوا، بالنسبة للكوردوني بولير، كوردوني بولير هاد الرسمهم دابا قلنا خصنا نتلون في الباز ديالها، يعني هو هذا. عندي هنايا سيركل، سيركل كدور بحال هكا ياك. دابا تخيلوا معايا هاد البوان هنا او، هنا ايكغيك، وهنا اكس، يعني هنا كاينه اي، هنا كاينه جي، هما لي فيكتور ديالها. المهم الروبير راه هو، المهم هذا الروبير هو او اكس ايكغيك زد. زد حنا ما غنخدموش به، زد المهم هو طالع الفوق، حنا ما غنكتبوش، حنا ما عندناش فيه. تخيلوا معايا دابا البوان ماتيريال كاين هنايا، هذيك البوان ماتيريال كاين هنا، ها هي ان. اذا الزاويه فيه قلنا كتكون بين اكس و ان، هذه هي في. دابا هاد الكوردوني بولير، بما ان عندي قلنا كاين كدور بوان، كدور يعني كاين فيكتور، خاصو يكون فيكتور مع ديك، يعني كاين واحد لونغل في كدور، يعني خاصها فيكتور ديالها. المهم اي كوردوني عنده فيكتور ديالو، كوردوني اكس واي زد في تيتا في زد، داك تيتا في زد تيتا، هادو هما لي كوردوني هما هادو. وبالنسبه لي فيكتور راه هما في تيتا زد، هادو هما اي جي كا، كيقدروا يرمزوا لهم بي ار في ار، كيتبدل، راه ماشي غادي يبقاو ديما كيكتبوا لكم تيتا. قلبوك الا مشاو تداروا لكم هكا راه ما تقلبوش. المهم ان شاء الله راه غنخدموا تمارين، ماشي مشكل حتى نشوفوا هادشي فين بيخرج. المهم هنا قلنا هادي هي لونغل ديال الدوران، هي اف، وكاينه الديريكسيون، يعني هنايا كاينه الديريكسيون ديال هاد لا ديستونس. غنسميها انا في الاول نسميها ار ياك، هاد لا ديستونس من بين هنا وبين ام غنسميها، يعني كاين او ار. دابا البوان او ام الخوتي شنو هي او ام دابا هنايا، ها هي او ام، هي ار او ار، يعني او ام هي ار او ار. كيف غادي نشوفو شي وحدين غادي يقول لي يا خويا او ار او ار كاينه حتى في سيلندريك، عادي، حيت هادي كاينه في سفيريك، عفوا، عادي تكتبوها. وقدروا عاود تاني يعطيوها لكم هي او ام، يعطيوك مثلا عطاوك هاد لا ديستونس هي غو، راه غتكون هي غو او غو. هنا في هذه الحاله غنخدمو حنا بهذا، نخدمو حنا بهذا، بحال خدمنا بهذا، بحال خدمنا بهذا. الحاله الاولى غنخدمو بار فاريابل، يعني فاغي. دابا حنا حددنا سميتو لي فيكتور، قلنا هما ار وفي، هما اللي كاينين، هادو هما لي كوردوني، هادو هما لي فيكتور اللي كاينين في كوردوني بولير، والفاريابل راه هما الكوردوني ار وفي. هاهي كاينه ار وكاينه في ديال الدوران، كاين ار، قلنا شاك كوردون عنده فيكتور ديالو، هادشي اللي كاين. المهم هادشي راه فايت لينا شرحناه هنا في الحصه السابقه. دابا غنجيو كيف حسبنا في الحصه الثانيه، حسبنا الديريفي، خصنا هنا نحسبو الديريفي. اول حاجه غتشوفها هي او ار، تقول لي يا خويا او ار عاوتاني كيف ندير ليه،
تكسبريمي راه بحالو بحال اورو، ار هنا راه بحالو بحال اورو. تشوف اش غدير، غدير القاعده اللي درنا، جا هنا بوزيتيف ياك، يعني غادي يكون في السونس ديال داكشي اللي بيكون ديريكسيون ديال اي غادي يكون بوزيتيف، اللي في ديريكسيون ديال جي غادي يكون بوزيتيف. غنحط ستيلو هنا عندي السينوس، ار ماشي هو ديال سيلاندري ديال السفيريك، غتمشيو تغلطوهم. المهم هذا راه في حاله ديال بولير، راه داكشي كيعطيهم لكم في ليكزارسيس، كيقول لك واش بولير واش كيفاش دايرو. المهم هنا عندك ار، قلنا غنحط ستيلو بحال هكا، غنشوف سينوس، يعني سينوس في جي، سينوس في جي بلس كوسينوس في اي، يعني هادي هي اوغو، راه اوغو نيت، راه غير بدلو دابا غير النوطاسيون، يعني كيتبدلو في ليكزارسيس النوطاسيون، مكتبقاش اوغو، كيقدرو يبدلو لكم النوطاسيون ونقلبوكم، ولكن متقلبو ما والو ان شاء الله كلشي غادي يكون بخير. المهم هادي هي او ار. دابا قلنا غنديريفيو، اول حاجه غنديريفيو هاد الفيكتور، خصنا نديريفيو هذا ونديريفيو اوفي. المهم غنحدو دابا اوفي، اوفي هي الديريفي ديالها، راه كنا شرحناه، كنا كتشد ديريفي بحال كديريفي في فونكسيون ديال اكس، يعني ديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس موان سينوس في اي. دابا نديريفيو هذا، نديريفيو هذا، ونديريفيو هذا. حنا غنديريفيو حنا الاول، هو اللي محتاجين حيت هنايا كنشوفو غادي نخدمو بعدا الفيتيس، لا فيتيس ام بارابور ار، يعني هاد الغوبيغ هذا، يعني هادو كي دايرين هنايا، قلنا لا تفارات النقطة، هذا خليو زاكي، هذا شدو هذا وخليو زاكي، إلا تفارات النقطة اش غادي يوقع؟ هاد الروبير كيدور، يعني هنايا كاين، يعني ماشي كونستونت، هذا وهذا ما كاينينش هنا، ما كاينينش هنا، حيت هنا كاين غير اي وجي وكا، يعني هادو ما كاينينش. المهم حنا غادي نخدمو دابا غير بشوية بشوية، غنخدمو هي دي دو او ام سوغ دي تي. بارابورا ار لي يجني ها او ار، هي ار هي دي دو ار سيغ دي تي بارابورا ار، يعني دو فونكسيون او ار بلوس، مقديش الخط مزيان. المهم بلوس ار دي دو ار سيغ دي تي بارابورا ار، كيف من الكوردوني ملي كتبغي ديري في لي كوردوني، يعني هما ار بوان، ولا شوف انت، يعني هي ار بوان او ار بلوس. انا راه خدامين في حاله ديال فاريابل، اير فاريابل، انا راه كيعطيو لك في لي دوني واش فاريابل ولا لا، كان غيون راه كونستانت، لا قالوا لك راه هاد الغيون راه كيعطيوك هما كونستانت ولا ماشي كونستانت. انا كنوريكم القوالب اللي كيتحطوا دابا في لي كونترول، هنا اير دي دو اير سو دي تي بارابور اير، هذا هو دابا اللي باقي عندي فيه المشكل، هو هذا دابا غنديري فيه عاوتاني. المهم او فير ان شاء الله ملي غنديروا لاكسيلراسيون راه غادي نعرفوا كيفاش نحسبوا دريفي ديالو تاو. دي دو اير سوغ دي تي، كاينه الطريقه الاولى هي غادي تضرب في دي دو في تقسم على في، ولكن كنشوف انا اير ديبوند واحد في، هنا غادي نخدمو غير بشويه بشويه، غادي نديريفيو هنايا كتشوفو عندي دو فونكسيون، هنا دو فونكسيون. المهم من بعد ان شاء الله غادي نتوما خاصكم تعقلوا على هادشي، تولوا تعقلوا عليهم بالزربه، راه غادي تعطينا هي في بوان في. المهم حنا غنخدمو غير بشويه بشويه، غادي ندير باش نعاود داكشي ديال ديك النهار، سينوس في سوغ دي تي بارابور اير جي ياك دو فونكسيون بلس سينوس في دي دو جي سوغ دي تي بارابور اير. راني ساليت مع دو فونكسيون اللولين، دابا ندوز لدو فونكسيون التاني، بلس دي دو كوسينوس في سوغ دي تي بارابور اير اي بلس كوسينوس في دي دو اي سوغ دي تي بارابور ا ار. اش قلنا؟ قلنا هاد دي جي وهاد دي اي، يعني هنا راه غير باش نحاول نعاود داكشي اللي درنا ديك النهار باش الحصة التانية باش نتوما تفهمو مزيان. المهم هنايا الا شتو هذا، لا هادو قلنا كونستونت، هادو كونستونت، علاش انا كندير هادشي؟ راه ماشي بالضرورة انا ندير هادشي، راه نتوما مع الوقت غادي تحفظوهم. غير ملي تبغي انت ديريفي مثلا شي فيكتور خصك تعرف فين خدام وهداك الفيكتور فين كاين، الا كان هداك الفيكتور من ضمن داك الباز، يعني فداك الروبير كاينين في داك الروبير راه زيرو، الا ما كانش فيه يعني راه ماشي فيكسي فيه، يعني خاصك تشوف كي دير. المهم هادي هي الطريقه. المهم انا ديدو اي هادي قلنا غتمشي لزيرو، حيت قلنا كونستون في هاد الروبير، هذا هو اي و جي و كا كاينين، وهذا حتى هو زيرو، غادي يبقى عندي دابا هذا وهذا. قلنا واحد الفونكسيون ملي كتكون عندك، دابا الاشكاليه فين كاينه؟ دابا الفونكسيون ملي كتكون عندك فونكسيون هنا عندنا ديو في،
ياك دابا ملي كتبغي ديري في فونكسيون سور في دو دو تي، ملي كتبغي ديري في بارابور للتي هنا ما كيبانش ليا هنا التي، ما كاينش هنا التي في سينوس، ما كاينش كي غندير ليها، خاصني القاعده اللي كاين هي غندير دي دو دو في سور دي دو في ونضرب في دي دو في ونقسم على دي دو تي، يعني خاصني نضرب في ديك الفونكسيون وديك الفاريابل اللي كاين ونقسم عليها والفارياسيون ديالو. هاي دابا راه غتبان ليا دابا الديريفي ديال سينوس دو في سور دي دو تي بارابور ا ار شحال كيساوي؟ كيساوي هو دي دو سينوس ديال في، باش سهل عليا باش نديريفي في دي دو في سور دي تي، وقلنا لي كوردوني ملي كتبغي ديريفي لي كوردوني هما في بوان ولا ار بوان ولا تيتا بوان، وهنا عندك الديريفي ديال السينوس اللي هو الكوسينوس. وبالنسبه للديريفي ديال كوسينوس في انا الخوت دابا راه كنوريكم غير الميثود ملي غادي تتعلموا ان شاء الله نتوما راه غتوليو تجربوا على هادشي بالزربه ان شاء الله. المهم هنا الديريفي ديال هادي غندير لها هي الديريفي ديال الكوسينوس في سور دي دو في، ان شاء الله راه ما تبقى ما توحش انت كاع في هادشي، ما غاديش يجيك عندك فيه المشكل، ما غاديش انت دير كاع بحال هاد الحساب بحال هكا ملي غادي تولي انت سميتو. هادو راه كنوريكم انا الميثود ما الطريقه ملي غادي تولي تحسب بالزربه، داكشي راه ما غاديش تاخذ لك بزاف ديال الوقت. المهم هادي هي اللي كاينه، قلنا الديريفي ديال الكوسينوس هو موان سينوس. بالنسبه اللي ما كيعرفش الديريفي راه كاين انحصاص، كاين انحصاص ديال الدير، كاين اللي ما كيعرفش الاشتقاق راه كاين انحصاص عادي، ماشي عيب انك ما تعرفش الاشتقاق، ماشي عيب، العيب هو انك تقول راني ما كنعرفش وتبقى ميك على الحاجه اللي ما كتعرفش. المهم كيف كتشوفون هنا دابا غنرون بلاسي دي دو ار سور دي تي بارابور ار اللي هي موان في نعمل واحد في بوان باش توضح لينا، عندي في بوان نبدا بديال اي غادي تكون هي موان سينوس في اي بلس كوسينوس في كوسينوس في جي. وهذه الخوت اللي شفتو هنايا راه هي 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 او في، يعني هي في بوان او في، سبحان الله راه ما كاين والو. صافي دابا بانت، يعني لا فيتيس دابا لا فيتيس ان بارابور اف الكوردوني بولير هي ار بوان او ار بلس ار في بوان او في. دابا الخوت هذه الحاله الاولى، ندوزو دابا الحاله الثانيه. انا دابا دابا راه كاينين الميثود باش تحسبوا هادو، ولكن هنا بغينا نوريكم مثلا ملي طيح في حالات اخرين كيفاش غتحسب. المهم هذه راه باينه دابا، انا ما بغيتش ندير هذاك الشيء باش ما نديروش لاب. المهم هنا او ار، او ار هنا في الكوردوني بولير ما خداميش في الكوردوني سفيريك، يعني بحالو بحال اوغو ارون بلاس ارون بلاس هنا وصافي، يعني هذه الحاله الخاصه. بالنسبه اللي باغي يخدم عاوتاني كوبا عاوتاني الفيديو راه كتوقع عندي المشكل ما عرفتش مناش. المهم هنا دابا او ام قلنا في الكوردوني بولير هي ار او ار ولا او ام كتساوي غو اوغو، هادشي اللي كاين دابا. غير بالنسبه لهاد او ار راه ماشي هي اللي كانت في ماشي هي ديال السفيريك. دابا هنايا الفاز اللي عندك لابد تخدم مزيان بالدكاد هادشي راه هي هادي ولا ترسمها بحال هادشي اللي نيت هي اوغو. وهنا عندك في هنا باش كتعرف هاد او ار شنو هي، راه كاين داكشي في لي دوني ديال ليكزيرسيس راه غادي تلقى فيه كلشي ان شاء الله. هنايا عندك جي وهنا اي نو اي وهنا جي، انت كاين دابا اللي غادي يتخلط غيقول لي او ار كاين في سيريك وسين عندك، راح نوريكم كيفاش راه خصك ترد البال على التمرين، يعني ما قريتيش التمرين مزيان راه ما غتجاوبش مزيان. المهم غير قرا التمرين مزيان وراه تعرف فين خدام. دابا الحاله الثانيه اير كونستونت، يعني كونستونت انا نخدم بها هنايا، يعني هاد البوان ماتيريال هنا وكدور هنا، في الاول خدمنا كل شويه كيتغير، دابا غنخدمو هكا اير كونستونت غنشوفو شنو غيتغير. المهم دي دو ار راه حسبناه قولا بلا ما نبقاو نعاودوه، هذا ديما هو 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 في بوان او في لي هو نيت دي دو اورو سور دي تي بارابور ياك يا هادي يعني بحال بحال. هنايا راه هنا كاينه لا ديستونس هنا هي ار وهنا لا ديستونس هي غو. المهم هنا راك تعاودو تخدمو بهاد راه تخدمو. دابا ار كونستونت إلا كان ار كونستونت اش كتكافي ليا دابا او ام عندي هي هادي هي ار او ار. اما الخوت هادو راه خصكم تحفظوهم، هادو راه تعقلو عليهم. هذا خوتي كنعاود نعاودها
في كوردوني بولير ماشي كوردوني سفيري. دابا نجيو ديتو ام سور دي تي بين الفيتيس سور دي تي بارابور ار. شنو هي؟ هي دي دو ار سور دي تي بارابور ار او ار بلس ار دي دو ار سور دي تي بارابور ار. شتو دابا ملي كتكونوا عارف ملي كتعرفوا هادو بزاف يعني انت دابا عندك الاشكاليه غير في او ار او في او تيتا كيفاش تعرف ديريفيهم. اي جي وكالا كانت ديريفتيهم في ار راه كيمشيو لزيرو. عندك دابا هادو راه غادي نديرهم ان شاء الله في الحصه الماجيه ان شاء الله من بعد نحسبوا الاكسيلاراسيون غنحطهم كاملين غادي تحفظوهم وصافي. دابا الخوت عندي ار كونستونت ار كونستونت شي حاجه كونستونت عدد مثلا اللي بدير ليه الدريفي كيعطيك زيرو يعني هادي مشات هادي ها الفرق فين كاين هادي مشات لزيرو. اللي ما نديرش ار بوان ار بوان او ار لا ار بوان او ار ما كايناش حيت راه ديريفي تاعنا هادي راه كونستونت راه مشات ليها زيرو هذا هو الفرق فين كاين بلس ار في بوان في. دابا كتشوفوا الفرق دابا من كاين فيتيس ان بارابور ار كتساوي ار في بوان في. هادشي اللي كاين دابا في الكوردوني بولار كتشوفوا الكوردوني بولار ساهلين يعني هما كيبغيو يخربقوكم كيديروا لكم هاد ار هذا باش انك تلف شويه ما تعرفش من خدام. المهم انا وريتكم القالب كيفاش داير يعني ار راه كيعطيوه ليكم يعني خاصك تشوف انت من خدام واش خدام سفيريك ولا سيلندري واش في سفيريك ولا في بولار ولا في سيلندريك يعني انت خاصك تعرف غير في الخدام. بالنسبه للكوردوني الكوردوني بولير غير سيلندر بحال شدينا هذيك السيلندر وهودناها بحال هكا وخدمنا في البلون صافي يعني كتخدم غير بديك الدائره صافي بحال شديتي ديك السيلندر وبركتي عليها وهبطتيها. هادشي اللي كان الخوت. المهم كنتمنى يكون الشرح واضح ولا كان شي مشكل نعاودو شي حاجه الا كان ما تصلح. المهم الخوت ما نساوش دير واحد جيم وتعاونونا الخوت بالدعم ديالكم اشتركوا في القناه دير ابوني باش يوصلكم ديما ان شاء الله الجديد وان شاء الله نديروا الجديد ان شاء الله والله ييسر لكم الخوت وبالتوفيق ان شاء الله الى حصه قادمه ان شاء الله والله يعاونكم.